والده من النوعيات هو مسجل خطر، والده تاجر مخدرات، سبق ضبطه في عام 2008 بكميه كبيره من المخدرات، تاجر يعني واتحكم عليه بالمؤبد 25 سنه. وفي احداث الثوره تمكن من الهرب، وده برضو كان من ضمن الاساسيات في من خلال فحصنا ان الاب ده لما هرب حقق اتصالات هاتفيه بينه وبين والده الاخ محمد دوت في ان هو اشاء دي باسمه، فطبعا لسه هربان من السجن والظروف معاه مش مظبوطه، فضغط عليهم ان هو ان هي هيبيع الشقه وياخد فلوسها. ما حاولش يكلمك او انت حتى حاولت تكلمه تقعد معاه؟ ولا حتى جالي يوم فرحي. انت متجوز؟ كنت خاطب. هتتجوز امتى المفروض؟ كان المفروض في شهر 11 اللي جاي؟ اللي فات. اللي فات؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ الله يسامح اللي كانت السبب. ايه اللي حصل احكي لي؟ الظروف ما ساعدتش. ازاي؟ كل شويه الدنيا بتقف، مفيش حاجه بتكمل. الشغل مفيش ظروف. قعدت سنه بجري على ورق الجيش عشان كان في لخبطه فيه. هي اللي فسخت ولا انت اللي فسخت؟ مش هتفرق كتير، كده كده الظروف هي اللي بتحكم. يعني ما لقيتوش المكان اللي تقعدوا فيه، ما لقيتوش العفش اللي تفرشوه، ايه المشكله؟ ولا اهلها كانوا رافضين حاجه؟ انا جبت حضرتك عفش وجبت كل حاجتي، البيت موجود، بس زي ما قلت لحضرتك كل واحد بيحب يعني بيحب يشوف نفسه احسن، وانا لقيت نفسي ظروفي وحشه قلت انفصل احسن، سيبها احسن بدل ما تيجي منها هي تقول تيجي مننا انا احسن. انت كنت بتحبها؟ اللي بيحب ما بيكرهش. وهي كانت بتحبك؟ لا اعلم. بس انت ممكن تحس اللي ممكن تستحمل مر وتعب وتقول لك انا معاك على الحلوه والمره، يبقى اكيد شاريه. عمر الكلام ما بيفيد بحاجه. طب هي كانت شارياك ولا لا؟ كانت. وبعتك ليه؟ اكيد لقيت الاحسن. الراجل الحاج محمد جالكوا في العماره، انت في مشاكل بينك وبينه؟ لا. تكرهه؟ مفيش بينه وبينه اي حاجه. خالص؟ خالص. هل كان بيعطف عليك؟ كانش في بيني وبينه غير سلام ربنا بس. يعني بيقولوا دايما الجيران لبعضيها والناس لبعضيها. انا دايما كنت مكتفي بنفسي وبس. ماليش علاقه بالجيران. ماليش علاقه بحد. مشكله انك انت يعني انا الحقيقه شايف القصه بتاعتك قصه مأساويه جدا. انسان كان نفسه يطلع مرشد سياحي وبعدين الظروف منعته، ما لقاش شغل. كان بيحب واحده وخطبها وعايز يتجوز، وكان هيتجوزها من كام شهر. وبعدين الامكانيات الماديه منعته، التفكك الاسري، الاب اللي سايبك من 10 سنين وانت واختك ووالدتك وخلاك تبقى انت اللي بتصرف على البيت. الحقيقه مشاكل صعبه قوي، تحملتها ازاي دي كلها؟ بدعوه امي. طيب يمكن الحاجات دي كلها يجي حد يقول لك، ما هو عشان كده الواحد احيانا لما بيتحط في مشاكل غير اللي يسمع عن المشكله من براها، انت جوه المشكله وعايش في المرارة بتاعتها. هل ده اللي خلاك تقتل جارك محمد؟ صدق ان انا مظلوم. انت ايه؟ مظلوم. طب احكي لي ايه اللي حصل.